السلام عليكم. اليوم راح نشوف المركز الحدودي الذي يقع في ولاية تندوف بالحدود مع موريتانيا، واللي راح قيد الإنشاء، ونشوف يعني طراز معماري جميل جدا. وهذا المركز هو الثمرة للتقارب الجزائري الموريتاني، واللي الشراكة الاستراتيجية التي يعني تقررت بين البلدين. ويأتي هذا المركز الحدودي لتطوير تبادل العبور والتأخي بين الشعب الجزائري والشعب الموريتاني. إذن نشاهد يعني هذا الإنجاز الاستراتيجي الكبير الذي سوف يعزز هذا التقارب بين البلدين. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.